الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق. كابتن طاهر برحب بيك. أستاذ إسلام، مساء الخير، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهديك وكل ضيوفك، وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحضرتك طيب، ومبروك البرنامج. طبعا أولا طبعا بشكرك طبعا على المداخلة. حضرتك طبعا أنا عارف إنك مقل جدا جدا في الظهور الإعلامي، وعايز اعرف السبب في يعني في عدم الظهور بشكل كبير خلال الفتره اللي فاتت كابتن طاهر. ما انا معاك اهو، ده ظهور. اولا ده شرف ليا كابتن طاهر، طبعا الله انت يخليك. يعني واحد من اهم النجوم يعني في تاريخ مصر والكره العربيه. اعلامي عزيز علينا جميعا، وراجل ليك مصداقيه، وكتاباتك وظهورك على الشاشه دايما بيكون محل تقدير واحترام، لان دايما ارائك واضحه، يعني يا ابيض يا اسود، وده شيء محتاجينه في الوسط الرياضي ومحتاجينه في حياتنا عموما. يعني بشكرك طبعا، دي شهادة طبعا اعتز بيها. يعني كابتن طاهر، الاول مش هينفع حضرتك تكون معايا وما اسالكش الاول على مباراتي الاهلي امام صن داونز والزمالك مع الترجي التونسي، شايفهم ازاي؟ هي مباريات متكافئة طبعا، يعني من ناحية المستوى الفني احنا بنتكلم دايما في كرة القدم، الفرق ما بتخش دور الثمانية، ده دور الأقوياء، وبالتالي هنا المستوى الفني متقارب، المستوى البدني نفس الشيء، الطموح لدى كل الفرق موجود، لأن كل دي فرق بطولة، سواء كان الأهلي، الزمالك، صن داونز أو الترجي، دي فرق كلها حققت البطولة، وبالتالي من هنا بتيجي صعوبة المباريات للفرق المصرية. إنما طبعا يظل تفوق الفرق المصرية دايما لأسباب كلنا بنعلمها، وبالتالي لازم التمسك بيها واستثمارها، يعني الهدوء والطموح والعامل الجماهيري، وعايز اقول التركيز الشديد جدا، هي مقومات وعوامل دايما بتحسن للفرقه المصريه، فلا بد من التمسك بيها وعدم التفريط. مساله المباراه الاولى بره او جوه دي ما بتفرقش كتير، لان خلاص بقى في كم من الخبرات عند لاعبي الاهلي والزمالك، يعني مش قليل. الاهلي هيبدا اعتقد السبت، والزمالك في نفس الوقت، ولا الزمالك امتى؟ الزمالك يوم الجمعة. الزمالك هيبدأ في تونس. لا الزمالك هنا، الزمالك في القاهرة الجمعة الزمالك والأهلي الماتشين السبت. هنا. اه بالظبط. يبقى النهارده أعتقد إن الأهلي والزمالك مطالبين بإن هم يصالحوا جماهيرهم وينسوهم الأسبوع السلبي اللي مرت بيه الكرة المصرية الأسبوع الماضي. الجماهير موجودة، وده حافز أكثر من رائع، وبالتالي هيكون حافز شديد جدا للفريقين. أنا أتوقع إن شاء الله إن الفوز للفريقين، الأهلي الفوز للفريقين. الزمالك في البداية قادر على تجاوز الترجي في القاهرة، والأهلي بإذن الله باستقراره أيضا وبعدد مرات الفوز المتكررة في الدوري المصري قادر على تجاوز صن داونز. برضه مسألة التفكير في إن الفارق الاهداف علشان يبقى مريح في المباراه الثانيه، انا مش عايز ده يبقى يمثل ضغط على اللاعبين. انت في الاخر لابد تلعب كره قدم حقيقيه وتحقق الفوز. لان اللي بيقدر يحقق الفوز في مباراه يستطيع انه يكررها في مباراه ثانيه او على الاقل يتعادل. يعني انا مش عاوز مساله تفكير لاعبتنا ان هو يحقق اكبر نتيجه عشان يتفادى نتيجه المباراه الثانيه، ده اسلوب قديم وعفى عليه الزمن، لا، انا اكسب واقدم كره قدم حقيقيه. وابقى الافضل، اما اروح المباراه الثانيه الفوز ده هيمكنني ان انا استمر في المحافظه على الفوز. ده اللي لازم يفكر فيه لاعيب الفريقين. الناحيه الفنيه انا مش شايف ان الـ الزمالك والاهلي بينقصهم شيء غير ان هم يكونوا متماسكين. يعني الفرقه تظل لمده 90 دقيقه مش فاقده تركيزها. ان يستثمروا جماهيريتهم، يستثمروا تاريخ ناديهم العظيم الاثنين، وبالتالي ما يبقوش في اي من فترات المباراه عندهم هزه او خضه او اضطراب. هم بيلعبوا بيمثلوا الكره المصريه، وبالتالي
يقدروا ان هم يعملوا مكسب واداء. انا مش شايف بصراحه اي عوامل ممكن تكون نقول تمنع من ان الفريقين يكسبوا. انا على يقين ان شاء الله، طبعا كره القدم فيها كل شيء، بس انا على يقين ان الاهلي والزمالك هيكسبوا الفريقين جمعه وسبت. ده توقعاتي ان شاء الله. النتائج السابقه سواء الزمالك مع الترجي يعني كسب في مباراه السوبر الافريقي، وطبعا مباراه الاهلي وسان داونز اللي طبعا كان فيه هزيمه ثقيله للنادي الاهلي قبل كده، هل دوت ليه مردود؟ هل ده في حافز؟ طبعا له مردود ايجابي، مردود ايجابي، مردود ايجابي جدا. نمره واحد، الزمالك كسب من ايام قليله جدا الترجي خارج مصر بالظبط 3-1، وبالتالي الطبيعي ان هو ده يمثل ضغط على المنافس لانه بيلعب في القاهره، يعني في ظروف اصعب، وبالتالي دي بتدي افضليه للزمالك وثقه اكبر. النادي الاهلي لم يتعود ان هو يلقى خساره كبيره سواء في ملعبه او خارج ملعبه، وبالتالي هو قادر بحماس جماهيره وباداء لاعبته ان هو مش هقول يعوض الهزيمه الثقيله، انما انه يكسب في ملعبه ده امر طبيعي. دي مساله يعني ما فيهاش محل شك، او لعيبه النادي الاهلي تعودوا على مثل هذه التجارب من قبل وفي ظروف اصعب كثيرا. واذا ما وضعنا في الاعتبار ان النتيجه دي كانت استثنائيا، ما كانتش تعبر عن الاداء تماما، يعني دي مباراه كانت غريبه في الحقيقه. فدي هتكون حافز، يعني مش هتكون عامل مؤثر على فكره. يعني النتيجه اللي خسر بها النادي الاهلي منذ اقل من سنه، انا بقول هتكون حافز ان اللعيبه تعوض باصرار. فكرة فيها كل حاجة طبعا إسلام، إنما أنا بأكد لك من الناحية العملية ومن الناحية الفنية الأهلي والزمالك هيكسب إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن طاهر، وصفت حضرتك الأحداث اللي في الأسبوع اللي فاتت، طبعا في الأسبوع اللي فات أحداث سلبية. انا قلت بس بدي كلمه مهذبه يعني. ما هو بالظبط يعني انت شايف شايف المشهد اللي شفناه ده ازاي، سواء في مباراه السوبر او مباراه القمه؟ غير انه سلبي، يعني ايه اللي ودانا لان احنا نصل المشهد يبقى في مباراه السوبر بالشكل ده؟ والله انت شوف، يعني دائما الاحداث الكبيره يعني بتحدث من مستظهر الشر زي ما بيقولوا. فهي للاسف كان في انفعال. الانفعال نتيجه الحماس والمجهود البدني اللي بيحل باي فريق في نهايه المباراه بيتحول الى غضب، والموضوع بيكبر ويظهر نجوم جدد يتدخلوا في شده صغيره ما بين اثنين لعيبه، المسألة توصل للكارثة اللي احنا شفناها. فطبعا هي مرفوضة، انما نتيجة تهور في البداية بيكبر المسألة، انما طبعا هو سلوك مرفوض بكل المقاييس، نتمنى ان لا يحدث، وبرضه مش عايزين نقف عندها كتير لان برضه الجميع تناولها باكثر مما تستحق. خلاص، هي سقطة وحدثت في مباراة خارج بلدنا، انما ما نتوقفش عندها كتير وتجاوزها بسلوك افضل. يعني تجاوز ما حدث ده هيبقى بسلوك افضل لكل رياضي او كل لاعب كره بيأدي رسالته، لابد ان هو يتحلى بسلوك محترم علشان يغير الصوره، وما نتوقفش كتير عندها، لان مساله انك تعيد وتزيد في مساله سلبيه دي مساله بتنم عن فشل وعن ضعف وعن حاجات كثيره جدا. خلاص، احنا عايزين نصحح الصوره بسلوك جديد وباحترام جديد وبتقدير لكل اللي بيتابعوا المستطيل الاخضر. يعني لابد الناس تعرف ان كم المتابعين بالملايين، وبالتالي دي صوره لابد كل واحد يبقى خايف قوي على شكله وعلى مظهره امام الملايين اللي بترصد كل كبيره وصغيره. واحنا بنشوف حوالينا الدنيا كلها ونتائج بتبقى مؤثره ونتائج سلبيه، وما بنشوفش السلوك الخارج ده يعني. بس يعني لو طاهر ابو زيد كان مسؤول دلوقتي، كان ممكن ياخد قرار بايه؟ او كان ممكن يتعامل مع الازمه دي ازاي؟ انت اكتر واحد عارف. انا عارف طبعا، انت اكتر واحد عارف. انا عارف طبعا،
أنا عارف وعمري ما هنسى الزيارة التاريخية اللي كنا رحناها في الإسماعيلية مع بعض يعني، اه ويعني طبعا جه وقت يمكن كان من الكلام دوت فترة من الفترات وقت ما كان مصر الكلام ده من بتعاني ثمان من 8 سنين مثلا، من من فترة ثمان كبيرة. سنين طبعا، ثمان ويمكن سنين او ويمكن يعني ما حدش كان يعمل وقتها التصرف دوت وقت ما كان مصر بتعاني وكان في منع للتعامل مع الأندية كان او في حظر، كان حظر في حظر حظر للاسف لمدن القناه طبعا، بالظبط. وهذا الامر استفزني جدا، وانا اعلم تماما ان مدن القناه دي غاليه علينا جميعا، ويعني تقديرها عندنا كمصريين وتاريخها عندنا كمصريين محفور في قلوبنا، وان انا كنت مقتنع تماما وما زلت ان مدن القناه دي هي التي ساهمت في النضال المصري عبر تاريخه من 56 و67 و73، وان كل بيت في خط القناة ما بين شهيد ومصاب، وبالتالي ان يحصل حظر في هذه المنطقة الغالية من الوطن طبعا امر مرفوض، حبيت ان انا اعبر هو عنه ممكن كواحد. يعني حضرتك تسرد بالظبط كان وقتها ايه اللي حصل؟ ابدا هو كان في حظر طبعا على مدن القناة، للاسف كان قرار سيء أيام الفترة الزمنية السيئة اللي عاشتها مصر، بالظبط. وبالتالي أنا كراجل مصري محب لهذا الوطن ورياضي أيضا، عبرت كرياضي عن رفضي لهذا الأمر وسافرت من القاهرة، كان بالليل جدا، كان حوالي الساعة 11 بالليل وكان شتاء، بالظبط، وكان بيسعدني إن أنت كنت رفيقي في هذه الرحلة، كان شرف ليا. وعبرت تعبير بسيط جدا، وطبعا كان في مخاطر وكان في يعني كنا بين يدي الله، لان طبعا كان ممكن اي حاجه تحصل، كان مطبق نظام الحظر وبالتالي ما كانش في حساب يعني. لو طارق وزيك كان مسؤول بقى في الاسبوع اللي فات دوت كان هيعمل ايه؟ لا خلاص عدت بقى اسلام، ما خلي اعرفش بالك انا ما طبعا، لان نسيتش يا كان كابتن. يعني الاحداث كنت هرصدها وكنت قول هشوف لي ايه اللي قرار. بيحصل. لا اصل انا مع يعني انا تابعت طبعا يعني عايز اقول التصرفات السلبيه، انما ما تابعتش بالتفصيل كل واحد خرج عن السلوك الرياضي ازاي ومين المسؤول الاول، كنت طبعا الموضوع كان هياخد بعد اخر، فعشان كده ما عنديش كل التفاصيل اللي بناء عليها اقدر اقول لك ايه القرار، انما انت عارف واخد بالك ان القرارات بتبقى ازاي في مثل هذه الامور، انا فعلا ما عنديش تفاصيل، يعني كل الروايات تضاربت ما بين مين بدأ ومين ما بدأش، مين اعتدى على مين، مين خد شهر، مين خد 5 مباريات، انا ما عنديش التفاصيل، انما بالتأكيد طبعا كان هيبقى في قرارات رادعة رادعة، دي مسألة لا تقبل اتردد في الفترة الأخيرة وحضرتك معايا إن كابتن طاهر أبو زيد قد يفكر في الترشح لرئاسة النادي الأهلي. والله ده امر طبعا سابق لوقت خالص، احنا دايما اتعودنا في النادي الاهلي ان اللي موجود في اداره النادي هو اللي له كل الحق، مجلس اداره كامل بنعتز بيهم جميعا وبنحترمهم وبنتمنى لهم كل التوفيق، وعندما تنتهي مده هذا المجلس الامر هيبقى متروك للجميع ولكل مقام مقال، انما هذا الامر غير وارد لان في مجلس اداره موجود ومفروض ان احنا كلنا بنسنده يعني، ده الطبيعي. لو اتعرض على طاهر ابو زيد رئاسة النادي الاهلي او رئاسة اتحاد الكرة ايهما يفضل؟ والله دلوقتي مش عارف اقول لك ايه، لان انا يعني انا دوتش العربيه سايق، فما اعرفش اقول لك ايه بالظبط يعني. اكيد انت عشان طبعا نجم كبير وكنت بترقص يعني اي حد او اي منافس، لا والله ابدا يعني فانا مساله، قابل طبعا لا بالترقيصه ديت. دي مسائل اصلا يعني مش ما يعني القرار فيها لابد ان يعني يبقى في دراسه يعني، ما تبقاش المساله كده، انما انا عمري ما هنسى. انا اتفضل كواحد من ابناء المنظومه الرياضيه اتفضل. انا بتمنى التوفيق للجميع، وبتمنى ان كل واحد يؤدي رسالته كما عهدت اليه، واتمنى ان احنا نشوف بلدنا في كل المجالات ان وليس شاء الله مجال باذن الله. الرياضه فقط في تقدم وازدهار، وتحكمها دائما
القرارات الصائبه، يحكمها القرار الجريء، يحكمها الانضباط اللي هو في الاخر صوره مصر سواء في الداخل او في الخارج. سؤال اخير كابتن طاهر ابو زيد، طبعا نجم مصر ونجم الكره العربيه بصفه عامه، هل طاهر ابو زيد راضي عن اداء مجلس اداره النادي الاهلي؟ اجابه بنعم ام بلا؟ لا لا ما اقدرش، لا ما اقدرش برضه يعني. انا بص يعني ما ترقصنيش في كل حاجه يا بص كابتن. لا لا يعني هي انا كفرد يعني مفترض ان انا مهما بلغت من القيمه انا عضو في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. بمعنى ان انا ما اقدرش افرض قراري او اوجه جمعيه عموميه، انما اصحاب القرار هم اعضاء بالالاف بمئات الالاف، وبالتالي هم اصحاب القرار في القصه دي. رايي ممكن اقوله في صندوق او ممكن اقوله في راي، انما ما اقدرش افرضه او اوجه بيه جمعيه عموميه كامله. انا بتمنى التوفيق للجميع وبعتز باهلاويتي جدا جدا جدا، وببقى سعيد جدا لما النادي الاهلي بيبقى مستقر وبيقدم كره قدم حقيقيه، واما بياخد قرارات تناسب قيم واخلاق وتاريخ النادي الاهلي. اما مساله تقييم الزملاء دي مساله يعني ما اتعودتش عليها. لسه حضرتك بتلعب كوره ولا حضرتك مش فاضي؟ يعني يومين في الاسبوع كده على قدي. لا لعب عواجيز لا ازاي بقى عواجيز ايه يعني الناس بس عشان لعب عواجيز يعني لا الناس عشان تبقى عارفه كابتن طاهر ابو زيد لا يزال لغايه دلوقتي انا بلعب يومين كره قدم يعني على خفيف كده، وبلعب يومين سباحه يعني عندي 4 ايام رياضه في الاسبوع. طب ده حاجه كويسه جدا اللي الناس ما تعرفوش ان في مره من المرات يعني تشرفت وكنت بلعب مع كابتن طاهر. شاط الكوره؟ لا ده انت لعيب جامد صحيح. لا لا ولا لعيب جامد ولا حاجه كابتن طاهر. شاط الكوره في حارس المرمى كان بيسخن كسر له ايده يعني لغايه دلوقتي، فدايما رجليك تفضل يعني قويه ودايما ارائك قويه ومحترمه. انا بتمنى لك كل التوفيق والاسره البرنامج، وان شاء الله تقدموا لنا باذن الله وجبه اعلاميه كده دايما متزنه. عايز اقول تغير المسار الاعلامي الى حد ما، وبتمنى لكل الاعلاميين الرياضيين في الحقيقه ان هم يقدموا الجديد وما يكرروش نفسيهم، يقدموا الجديد وما يكرروش نفسيهم. كابتن طاهر ابو زيد بشكرك طبعا شكرا جزيلا، طبعا وزير الرياضة الأسبق والنجم يعني أحد النجوم الشهيرة جدا جدا في مصر والوطن العربي طبعا.